ثابكم الله وأحسن إليكم. مستمع رمز اسمي بالحروف ألف كاف يقول: أنا أسكن في ضواحي مدينة الرياض ومعي رجل واحد فقط، هل نصلي صلاة الجمعة ركعتين أو 4 ركعات؟ وهل يكون لنا خطبة بيننا ونحن 2 أم لا؟ إذا كان حولكم مسجد تقام فيه صلاة الجمعة وتدركون الصلاة فيه، تسمعون الأذان، فإنه يجب عليكم أن تحضروا وتصلوا مع المسلمين في هذا المسجد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما إذا كنتم في موطن بعيد ليس بقربكم إقامة صلاة جمعة، فإن كنتم في هذا الموطن غير مستوطنين وإنما جلوسكم فيه مؤقت فلا يجوز لكم إقامة الجمعة كل حال. أما إذا كنتم مستوطنين دائما فعليكم مراجعة دار الإفتاء في الرياض وهي تنظر في الموضوع إن شاء الله، وإن كنتم في غير المملكة تراجعون المفتين لديكم في هذا الموضوع. نعم، أحسن الله إليكم، لأن هذا يحتاج إلى تحقيق وإلى نظر. نعم.